نحن جاهزون، وأعتقد أننا سنبدأ بعد قليل. رسميا أرحب بالجميع من جنيف، نهاركم سعيد. هذه هي الجلسة الرئيسية، لأنها منذ 2016. اسمي آنيا جينجو، وأعمل في أمانة جي كي إس مع زملائي في منتدى حوكمة العالم، الإنترنت في العالم. سنتكلم اليوم عن دور الإنترنت في حالة الكوارث. سأعطي الصوت للمنسق العام للسيد فلافيو غراغيو والسيدة دوما من نيجيريا. سنبدأ هذه الجلسة. حزينة بمعلومات ما حصل خلال هذا اللقاء. هذا اللقاء هو مختلف، حزين، لذلك نحن لنا تراث كبير من مارلين كين، زميلتنا التي أصابها الفيروس وكانت من بين المنسقات الجيدات في هذه الجلسة. وخلال الجلسة عرفنا أنها توفيت. هذه معلومة حزينة لكل مجتمعاتنا، كانت تدعمنا وعملت معنا خلال سنوات طويلة، وخلال نظام البيئة الذي نحن نشتاق لها كثيرا. أتمنى دقيقة صمت. شكرا، شكرا جزيلا. الآن أود أن أعطي الصوت للمنسقة دوما، التي سامها من بعد من الأستاذ فلافيو، وبعدها سلسلة من المتحدثين. تفضلي يا ميري لأخذ الصوت. ماري، يبدو أننا لا نسمعك، لو سمحت. هي تكافح مع بعض المشاكل. فلافيو، نعم نحن نسمعك. ماري، صباح الخير ومساء الخير للجميع، أينما كنتم. اسمي ماري أودوما، أنا من IGF في منطقة أفريقيا الغربية ومنسقة هنا كما سمعتم من آنيا. إنه لا شرف لي أن أقوم بدور المنسقة، فكان من المقرر أن من المفروض أن تكون أن يكون هذا الدور لمارين كيت. فنحن من مختلف منتمون إلى مختلف الدول، وسيتم تقديم كل متحدث، وسوف نطرح مختلف المواضيع للنقاش على المتحاورين. الموضوع هو دور الإنترنت في حالات الطوارئ والكوارث. أرحب بالسيدات والسادة في هذه الجلسة العامة، ونهجنا من الأسفل إلى أعلى بناء على
التنسيقات والممارسات الجيدة التي تشمل التكنولوجيات الرقمية، وكيف سنناقش كيفية استخدامها في معالجة أو تقديم رد لأثار الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ. سوف نستمع إلى الأصوات من مختلف أنحاء العالم التي ستنعكس ممارسات التعاون المحلي والإقليمي، وستتنوع الآراء في نقاشنا. كما نعلم بأن المتحدثين وقتهم محدد في الحديث 3 دقائق فقط، لدينا أجزاء 4 لهذا هذه الجلسة، ونبدأ بالجزء الأول، البلوك الأول الذي سيستغرق حتى الساعة 5:15 UTC. السيد فلافيو من IGF هو الشخص الذي سيبدأ، وأرجو الحديث ببطء لأن الترجمة متوفرة إلى اللغات الأممية، لغات الأمم المتحدة، فأرجو الحديث ببطء. بإمكان السادة أيضا أن ترفعوا أيديكم إشارة إلى رغبة في أخذ الصوت. هناك أيضا أيقونة الشات الدردشة أسفل الشاشة ومنصة الأسئلة والأجوبة، كل صوت مهم. نحن نعلم أن هناك أيضا استطلاع الرأي أو التصويت، ويرجى المشاركة فيه بشكل متفاعل. والآن أعطي الصوت لفلافيو ليواصل. شكرا جزيلا يا ماري، إنه لشرف كبير لي أن أتحدث هنا أمامكم وأقوم بدور المنسق المشارك معك. نفتقد كثيرا زميلتنا المحبوبة ماري كي، كانت ستكون معنا اليوم أثناء هذه الجلسة وتقوم بالدور الرائد فيها، فنذكر اسمها بالخير. الجزء الأول جهزنا لكم التصويت أو استطلاع الرأي في بداية هذا الجزء، وفي الأجزاء الأخرى من الجلسات أيضا هناك فرصة للتصويت، وأرجو المشاركة فيها. الجزء الأول يكون مخصصا للإنترنت الذي يزيد من مناعة أو صمود العالم أمام حالات الطوارئ والكوارث، وإن جائحة كوفيد-19 أظهرت لنا بأن للإنترنت دور حاسم وجوهري في مختلف على مختلف الأصعدة والمجالات. هل الإنترنت زاد من مناعة مجتمعكم أو صمود ومدى مقاومة مجتمعكم أمام الكوارث وحالات الطوارئ؟ والمتحدثون المتتالون السيدة تنارا لوشنر وجينيفر لوبيز والسيد قصي شطي. نبدأ من سيد لوسيان. شكرا يا فلافيو، أرحب بكم جميعا، نهاركم سعيد. أنا نائب رئيس المنتدى الفرنسي، بما أننا على جلسة عالمية سأنتقل إلى الفرنسية. خلال هذا الأزمة الصحية ما زلنا نعمل بشكل يجعلنا نتدارك الأمور التي سببتها الأزمة. الوضع في فرنسا خطير، ونحن نقوم بمعالجة الأمر من خلال الحجر الذي تم فرضه مرة ثانية. إذن الوسائل التي نستخدمها يجب أن تكون دائما تتماشى مع
حرية قوانين حرية الإنسان، وكل الذي نناقشه هو كيف نتتبع العلاقات، نتتبع الأشخاص المصابين، هل هذا لا يتعارض مع حرية الإنسان؟ الفلاسفة الفرنسيين قال أن التعامل مع الإنسان كالذي يصبح الآن هو غير مقبول، وهو يجب أن نتعامل بشكل التخفيف من هذه الصعوبات. عندما بدأت فيروس الكورونا COVID-19 تفاقمت الأزمات فجأة، وكان لمنتدى حوكمة الإنترنت الفرنسي بأعداده ومنتسبيه الكثر، وبدأنا نعمل موديلات جديدة في مواجهة الأزمة، خاصة في الجامعات والمدارس، حيث نطبق برامج تساعد الجميع على التغلب على الصعوبات. فإن منتدانا قررنا أن نجزئه إلى عدة أقسام. في تشرين الأول قمنا بعدة ورشات عن المسؤولية خلال استعمال الإنترنت. إذن يجب علينا أن نفكر بثلاثة أمور نتجت عن النقاش. الأولى هي الحساسية الرقمية، أي متعلقة بالوسائل الجديدة التي نستخدمها، تدخل أساليب جديدة للتواصل، تطبيقات جديدة، تحديات أخرى. الثانية قضية تتعلق بالمنطقة بشكل عام. شكرا. والآن السيدة من المنتدى الكولومبي. أرحب بزملائي أجمعين وكل من يشاركون في هذا. أنا المديرة التنفيذية من وزارة المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات في كولومبيا. شكرا لمنتدى حوكمة الإنترنت على هذه الدعوة. ونعلم أن الإنترنت يدعم اقتصاداتنا وأنشطتنا في مختلف أنحاء العالم. نحن في كولومبيا الجزء الكبير من شركاتنا هي متوسطة وصغيرة الحجم أو حتى شركات صغيرة جدا ولديها بعض الخبرة في التكنولوجيات الرقمية الداعمة للعمل. الحكومة الكولومبية تساعد على حل المشاكل بطريقة تعرض بعض الأدوات على هذه الشركات لزيادة مستوى تنافسيتها، وذلك في سياق جائحة COVID-19. كذلك هناك بعض الأدوات القانونية المتعلقة بالأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك تأخذ الشركات بعين اعتبارها حجمها لرغبة في زيادة المبيعات والتبادل التجاري. من ناحية أخرى فيما يخص الأدوات الفنية والتكنولوجية من جهة وزارتنا للاتصالات والمعلوماتية، فنحن نقدم أشكال من الدعم للشركات التي ليست لها مواقع إلكترونية خاصة بها، فمثل هذه الشركات تحصل على حزمة من الأدوات الرقمية
الداعمة لإيصال الإنترنت وإنشاء صفحات أو مواقع الإنترنت الخاصة بها والحصول على حزم من المعطيات والبيانات، لأن الإنترنت أصبح أهم الأدوات الاستراتيجية للتغلب على الجائحة وما حولها. فنحن نعمل في كولومبيا على ذلك، على هذه الحلول لزيادة مستوى الإيصال للإنترنت في الأراضي الكولومبية. 80% من العائلات فقط مغطى بالإيصال الإلكتروني، ونحن نريد إيصال 20% أخرى في القريب العاجل، وهذا شيء جوهري وأساسي. استراتيجياتنا تركز وتعول على تحقيق الهدف بحيث أن يتيح للمواطنين الكولومبيين الاستفادة من الإنترنت للعمل والترفيه ولأغراض أخرى هامة للكولومبيين. الأشياء المهمة للحكومة الكولومبية هي أيضا تعني أيضا ترويج الإنترنت. وشكرا. لذلك فإننا عندما نقوم بساعات فإن أغلب الأحيان التي نعون فيها في حالات صعبة، فإن الحالات المحلية والعامية أثبت الإنترنت أنه بدونه الآن لا نستطيع تنفيذ مثل هذه المهمات. لذلك بسبب أن الحكومة يجب أن تدعم وكذلك المجتمعات الأهلية وغيرها، فعلى الحكومة أن تتعاون مع المجتمع الأهلي من أجل، فمنذ نيسان لدينا تواصل واتصالات على مستوى الجيل الخامس أو ووصول إلى الجميع، بحيث كل من يستطيع سواء كان في الحكومات أو في الشركات العامة يسمح ذلك إذا سمح القيام بالأعمال. ظهرت أيضا ميول جديدة
لقد بدأنا نتعود على العمل عن بعد وأيضا عن بعد نقوم بتنفيذ كل الخدمات الضرورية التي نحتاجها، نتصل مع أفراد الأسرة. أغلب هذه الميول الجديدة ستستمر حتى إذا حلت أزمة الكوفيد، وسوف من خلال عاداتنا ستستمر. فمثلاً اللقاءات عن بعد أصبحنا نتعود عليها، فبعض هذه الميول ستبقى ميولاً دائمة وتصبح عادات، من بينها كما قلت اللقاءات المستمرة، التعاون عن بعد، اللقاء مع الزبائن، كل ذلك سوف يبقى أعتقد كطريقة للتعامل مع نهاية الوباء. إذن أقول أنه لا غنى اليوم عن الإنترنت في حياتنا اليومية، وأنه قد تغلب عن كل أنواع الاتصالات الأخرى كالتلفزيون والراديو. شكرا جزيلا لك يا قصي. إن جائحة كوفيد 19 كارثة، بأنها شددت من بعض المشاكل في مجال الرقمنة. ما هي المشاكل التي عانيتم منها في دولكم؟ أول شيء نرجو السيدة تانارا لوشنر من الاي جي اف في البرازيل. شكرا لك يا فلافيو ومساء الخير، نهاركم سعيد. اسمي تانارا لوشنر، أنا منسقة ومديرة اللجنة التنظيمية لمنتدى حوكمة الإنترنت البرازيلية، ونحن مؤسسة نجتمع منذ عام 2011. هذا العام يشكل تحديا كبيرا لدولتنا، وأكثر من ذلك منذ بداية مارس الماضي زاد عدد المصابين في البرازيل، وتم إدخال مختلف القيود وفرضها على المجتمعات، فهناك ضغط متزايد على والتباعد الاجتماعي، ولذلك زاد التدفق الإلكتروني في الإنترنت. فنحن أدخلنا الوسائل والأدوات المناسبة لمقارعة هذه الظروف الصعبة. هناك مشاكل ظهرت على سبيل المثال تتعلق بالشبكة الشبكة العالقة في حالات الزحم الكبير. الحكومات انخرطت والشركات الاتصالات الكبرى انشغلت أيضا في بصدد حل هذه الأزمات أو هذه التحديات أمام البنية التحتية والأساسية، وهي في البرازيل تعول على نقاط مختلفة مراكز الإنترنت المنتشرة في مختلف الولايات البرازيلية، ونسعى لتوسيع نطاق الإنترنت العريض النطاق. ولكن رغم ذلك هذه المراكز العالية التكنولوجيا لم يتم زيادته، ونتحدث هنا عن قدرة أكثر من 11 تيرا بايتات في الثانية. فالإنترنت يلعب دورا جوهريا في حالات القيود، يجب أن يكون سبل التواصل ما بين والاتصال ما بين الناس معززة، مما يسهل أيضا الاتصال ما بين المواطنين والحكومة في حالات الطوارئ. هناك أيضا حالات تضليل المعلومات، ولذلك أيضا نحتاج إلى الإنترنت للمواطنين من أجل إعلامهم بشكل صحيح. هناك بعض المخاوف متعلقة بالأخبار المضللة التي ونحاول التخفيض من نسبة تضليل المعلومات والأخبار.
فهناك بعض المخاطر المتعلقه ايضا بحريه التعبير وخصوصيه الاتصالات وحمايه البيانات والموديلات التجاريه الرقميه. باسم المجتمع البرازيلي للاي جي اف اود ان انضم الى التعازي الحاره لصديقتنا المتوفاه. شكرا لك يا تامارا. والان سناتي الى جينيفر لوبيز من بنما. ارحب بكم جميعا. شكرا لك يا فلافيو. وكما ذكر زملائي ان جائحة كوفيد 19 زادت من شفافية إدارة الإنترنت ومن الحفاظ على الخصوصية. وبعد الكوارث في بنما نقول أننا تقدم لدينا كثيرا العمل في مجال الإنترنت، ولكن بقيت لنا تحديات أخرى، وأن السياسة العامة نحاول بها أن نردم الهوة في الإنترنت. لقد سبب الوباء تغيرات شديدة في حياتنا وصعبة، وعلينا أن نتعامل معها. لذلك قمنا ب محاولة تنمية العمل عن بعد وتغيير بعض القوانين في قانون العمل، ونحاول أن نقوم بتحديث أعمالنا في مجال العمل في الإنترنت. إن الكوارث الطبيعية ومن بينها هذه الحالة التي نعيشها الآن أجبرتنا على حلول، من بينها الحفاظ على بيانات المستخدمين. ويجب أن يتم هنا تعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص، وخاصة في مجال القطاع المالي. نحن لدينا صفحة رسمية على الإنترنت تقوم بدمج كل المتطلبات للمؤسسات الرسمية، ويقوم المستخدمون بمراقبة ومتابعة هذه العناوين والتواصل معها. وعند نشوء أي مشاكل تقوم الحكومة بالرد المباشر على التساؤلات وآراء المستخدمين. فهناك لدينا أيضا برامج تحديثية من شأنها أن تتماشى مع الصعوبات الناتجة عن استخدام التطبيقات السابقة. إن برنامج تضامني لبنما الذي يؤمن أيضا صندوقا لدعم المبادرات العديدة التي من شأنها تطوير هذا النظام، وأيضا استخدام البيانات المعلومات اللازمة وجمعها في مكان واحد. ويكفي هنا أن يقوم الشخص الذي يدخل إلى هذه الصفحات أن يضع فقط اسمه، وكل المعلومات التي تخصه تبقى محفوظة لدى المخدم ولا يمكن الاطلاع عليها فيما بعد. أي أن الخصوصية والأمان هي من أهم الأشياء التي يجب القيام بها برأينا في هذه الحالة. هذا يتطلب تطور في الأساليب، ونتمنى من المسؤولين السياسيين أن يكونوا على مستوى هذه التحديات، أن يساعدوا أيضا على حلها. نحن
نعمل أكثر في مجال الابتكار. شكرا لك يا جينيفر. لدينا إشارة من سيد تيمو فيي في روسيا. أعطيك الصوت ولكن أرجو الحديث بإيجاز لأننا قد تخطينا وتعدينا الوقت. شكرا للمنظمين على إمكانية المشاركة في النقاش والتقاسم بالخبرات. بطبيعة الحال لدينا حاجة الآن إلى زيادة المعلومات الموثوق بها وذات المصداقية العالية، ولكن يجب أن تقدم هذه بطريقة مفهومة، ويجب أن نكافح من أجل إلفات انتباه المستمعين. لذلك أطلقنا مركزا في روسيا معنيا بكل أنواع المعلومات والأخبار العامة التي لها صلة بالفيروس. هذا تحدي كبير من ناحية أن الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، ولكن برامج التواصل قد تكون معرضة للفيك نيوز، للأخبار المضللة، وبعض بعض من هذه الأخبار المفبركة المضللة قد تضع الحياة في الخطر. على سبيل المثال طرق غير طبية وغير منطقية لعلاج الفيروس التي أحيانا قد تؤدي إلى الموت أو الوفاة. وهذا شيء أردنا حكومة أن نضمنها، أن نمنعه من الحدوث في روسيا. هناك من يقول أن هذا الفيروس يأتي من محيط بيل غيتس، لذلك نحن نريد توصيل المعلومات الصحيحة للمستفيدين والمستهلكين. هذه المعلومات يتم إرسالها إذن من الشبكات الرسمية إلى حسابات الناس بالتعاون مع بلوجرز. هناك 60 قناة مركزية محلية توزع المعلومات الصحيحة المعتمدة وتغذي على المعلومات المضللة غير المؤكدة. أحيانا خلال 30 دقيقة نحن قادرون على تفعيل عمل أجهزة نفاذ القانون من أجل القبض على من يضلل هذه الأخبار. فنحن أيضا نقوم بحذف المحتويات المدللة استجابة لهذه الحالات. فالإنترنت وضع أمامنا تحديات كبيرة، ومن ناحية أخرى أعطانا سبل تواصل اجتماعي ما بين القطاع الحكومي والناس، سبل مبنية على المصداقية. فنحن نخطط لإقامة مؤتمر في هذا الموضوع في سبتمبر أيلول القادم، فأنا أدعو الجميع للمشاركة فيه وزيارة روسيا والحديث عن هذه الأزمة الإعلامية معا، وكذلك أرغب الاطلاع على مضمون الشات. وشكرا، شكرا جزيلا سيد تيموثي. شكرا، تجاوزنا الوقت المخصص لهذا الجزء من جلستنا. الآن أقترح أن ننتقل إلى الجزء الثاني، والذي هو يكون كيف تستطيع التقنيات أن تساعد الناس للنظر في أمثلة الممارسات الجيدة لمكافحة حالات الطوارئ باستخدام التقنيات القائمة على البيانات والتكنولوجيات الناشئة. لدينا 3 متحدثين: إيمانويلا جيراردي من إيطاليا، ومن الدومينيكان أوسفالدو لارونكونت، ومن منظمة آسيا والمحيط الهادي السيدة جينيفر تشونغ. نبدأ من السيدة إيمانويلا جيراردي التي تمثل منتدى حوكمة الإنترنت في إيطاليا. شكراً، أرحب بالجميع وأشكركم على هذه الدعوة. أنا جزء من
اللجنة المنظمة لمنتدى الحوكمة حوكمة الإنتر الإيطالي أي في مارس 1920 بدأت الوباء في إيطاليا، وكانت إيطاليا البلد الأول في أفريقيا الذي كان عليه أن يتحدى ذلك، واجتمعنا نحن الذين لدينا علاقة مع الذكاء الاصطناعي بمساعدة الحكومة. هنا ثلاثة مبادرات، ثلاثة: الأولى هي معلومات بيولوجية، الثانية عن التعامل مع البيانات، والثالثة كما قال عن الأخبار عن الإبيديميا. إذن جزء من العلماء استخدمت خوارزميات تحليل البروتينات وعملية رد فعلها على الأدوية التي تستعمل، وقمنا بقيام قاعدة بيانات لذلك في مسألة. الشيء الثاني كان التحليل في هذه مجموعة أخرى من العلماء قامت بالتعاون مع أطباء الأشعة في البحث عن الأشخاص الذين لديهم التهاب رئة سواء بسبب الكوفيد 19 أو لا. ذلك سبب بعملية تشخيص سريع ورخيص وموثوق لالتهاب الرئة. الثالثة فكانت هي المعلومات عن الوباء، وهذه تكلم عنها زميلي. إذن كان لدينا معلومات هائلة، ومنها كانت معلومات حقيقية وأخرى غير. قمنا بغربلة هذه المعلومات وتصنيفها من أجل أن يكون للمستخدم إمكانية للوصول إلى المعلومات الموثوق بها علميا. لذلك كان استخدام الذكاء الاصطناعي وعملية رصد هذا الكميات الهائلة من المعلومات، وكان أنشأنا مؤشرات للوباء. هذه المؤشرات كانت تعطي تحذيرا للحكومة البولندية وتعطيه مكانا للتعامل، وكانت أيضا تحصر وتقوم برصد تصرفات الناس. بعد ثلاثة أسابيع من عمل هذه الورشات بدأنا نقوم به، فإذا هذا المؤشر نقص إلى ثلاثة بعد استخدام بسيط، ولذلك بعد وجود معلومات تضليلية أيضا. فأعتقد أن كان علينا أن نستمع أيضا للآخرين. أعطي الصوت لغيري، شكرا لكم. شكرا لك على الإيجاز في الحديث، ونمر الآن إلى أوسوالدو لارامبوينتا، لديك ثلاث دقائق. مرحبا، أهلا وسهلا بالجميع، وأهنئ جميع المتحدثين. قبل قليل وكيف تحدثوا عن حالات الطوارئ والكوارث، ونظرا إلى هذا الموضوع بواسطة أو من خلال التكنولوجيات الرقمية، الباحثون من دولتنا ولكن أيضا من كوستاريكا وأرجنتين أنشأوا منصة افتراضية للتوصل إلى استنتاجات من اللوك داون، الإقفال المفروض علينا، ولزوم التباعد الاجتماعي. الهدف من هذه المنصة الافتراضية هو التوصل إلى الاستنتاجات، ما إذا كانت المواطنون بالفعل يحافظون على هذه القيود المفروض عليه، وهل هناك أي انعكاسات على نفسية المواطنين وحالتهم النفسية. وتبين أن عدد كبير من المواطنين بدأ نشيطين جدا في وهم في البيت والمنزل، التواصل الاجتماعي عن بعد،
كان يعمل بشكل جيد. هناك من كان خلاق أو إبداعي في بعض الحلول أو المشاريع. أما في المناطق التي انعدم فيها الوصول إلى الإنترنت تفاوتت الحالات النفسية فيها واختلفت أشكالها فيما يخص العلاقات مع الناس الآخرين ومستوى التعليم عن بعد، وأيضا فيما يخص المسنين والكبار في السن هم ما زالوا يفتقرون إلى هذه المعرفة الرقمية، الأمر الذي من شأنه مساعدة كبار السن في التواصل مع الآخرين. فنسبة إقبال هذه المعرفة أقل. الحكومة الدومينيكانية بذلت جهود قصوى لوضع استراتيجية رقمية للترويج الخدمات المتاحة بالإنترنت التي من شأنها زيادة مستوى الإيصال، مثلا خدمات ضرائبية والأذونات والموافقات، من أجل إسراع إتمام بعض الإجراءات على المواطنين في حالات الطوارئ وتأمين الوصول إلى هذه الخدمات في حالة الفيروس. مجال آخر اشتدت فيه جهود الحكومة هو مجال إبلاغ الناس أو إنذار الناس بمدى انتشار الوباء، تطبيقات هاتفية، الشات بوتات، وأيضا طرق الفحص الذاتي عن بعد. هذه الوسائل وأدوات تبين أنها ممتازة، و المصالح ونظام الرعاية الصحية استفاد من ذلك. أرجو الاقتداء في الحديث. ملاحظتي الأخيرة هي أن العمل عن بعد والتعليم عن بعد وغيره من التطبيقات هي فاعلة ونشطة في الإنترنت وكذلك لدينا في البلاد في هذا في وقت هذه الأزمة. الآن جينيفر تشانغ التي تمثل IGF في محيط الهادي والباسيفيك. اسمي جينيفر تشانغ، أتحدث باسم IGF للمحيط الهادي والباسيفيك. زملائي تحدثوا عن حلول تم استخدامها في عدة بلدان في هذا الوقت الصعب للجائحة. فكما تعرفون أن منطقتنا هي منطقة مختلفة، وفيها مناطق إما متطورة وأخرى ليست متطورة. فإذا ظهرت أساليب عديدة من أجل تغلب على هذه الصعوبات التي تحدث من وراء البائع. هناك ثلاثة مناطق فيها نجاحات كبيرة، عن نيوزيلندا وكوريا الجنوبية وتايوان. أما فيتنام أيضا يقوم بنجاح جيد، أي أنه يخلب رأساً على عقب ما كنا نفكر به أن فقط الدول الغنية هي التي ستستطيع التغلب على ما يحدث نتائج الأزمة، ولكن تايوان فهناك اقتصاد متين يستطيع التعامل مع الناس يثقون بالحكومة. هناك كانت خارطة طريق للعمل كتتبع العلاقات المتخالطين، وجميع كثير من الناس كان لهم ملاحظات على أن هذه الأمور تتجاوز خصوصية الإنسان، ولكن أنهم
بعد مع علمهم بأن هذا هو لمصلحة الجميع بردت عندهم مثل هذه الحمية. إذا أضفنا إلى ذلك أن فإن لدينا في بنغلاديش الحكومة قامت بسرعة أنشأت قناة حتى للأشخاص المعوقين أو للأشخاص الذين يفهمون لغة الإشارات. لذلك سأقول أن النقطة الأخيرة وهو أهم شيء أنه أعتقد البعض ذكر ذلك أننا نحول كل شيء إلى لغة رقمية، ولكن يجب أن نعير انتباها إلى هذه الفجوة الكبيرة بين الفئات. مثلا في الفلبين الطلاب والتلاميذ كان عليهم أن يصعدوا إلى الجبال من أجل أن يكون التغطية مناسبة لهواتفهم. إذن عملية توزيع التعليم وتوزيع الإمكانيات التقنية أن يكون عادلاً. ينتهي الوقت، كان علي أن أتحدث كثيراً في هذا المجال، ولكن سيتكلم أحد من كوريا الجنوبية بعدي، فربما هو سيذكر ما كنت أود أن أتكلمه. شكراً يا جينيفر. فيما يخص الممارسات الجيدة للاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية، سننتقل الآن إلى متحدثين جدد، سيد داستن لوك من الولايات المتحدة ثم أولغا كافالي من الأرجنتين. لديك يا داستن 3 دقائق. شكراً يا فابيو، وباسم منتدى حوكمة الإنترنت قسمه الأمريكي شكراً على هذا الدعم. إننا خسرنا أمل وهي خسارة كبيرة، ولكن ستظل موجودة معنا من خلال أعمالها. كذلك لدينا في الولايات المتحدة الجائحة هيمنت على كل النشاط، وقمنا بجمع مجموعة من التسجيلات الفيديو التي تتحدث عن دور الإنترنت في حياة الناس الشخصية. ولدينا مثلا أحد مشغلي الخدمات الطبية الذي تضاعفت خدماته للمحتاجين، وكذلك هناك خدمات التطبيب عن بعد للسجناء وتسمح لهم للتواصل مع عائلاتهم. هناك من يؤمن هذا الإيصال للإنترنت، والتكنولوجيا والبنية التحتية والمعرفة هنا يجب أن تكون مضمونة ومؤمنة قبل وقت الكارثة. ومن الأهمية بمكان أن نشدد على أهمية ذلك، التطبيب عن بعد أو الطب عن بعد يزداد مكانته. ماذا كان ينقص لنا؟ نحن نعلم أن التكنولوجيا قائمة وهي موجودة، ولكن هناك أحياناً بعض الحوائج الإجرائية أو المؤسسية التي تمنع من الاستفادة منها، ولكن الحكومات كانت تبذل جهوداً من أجل دعم وتنمية هذا الوصول. الحكومات تسمح في سحبت بعض القيود وأتاحت المجال لتمكين الأشخاص بالوصول إلى هذه الخدمات. هذه الهوة الرقمية ما زالت موجودة، رغم ذلك
ولكن لحسن الحظ الكثير من الشركات المحلية والوطنية عملت كل ما بوسعها لتوصيل أشخاص جدد إلى الإنترنت، ونحن في الحاجة إلى وضع وسائل وإجراءات موحدة ومدروسة لمجابهة كل الكوارث القادمة، وليس فقط أن نأتي بها بعدما حدثت الكارثة. شكرا لك يا داستين. الآن أولغا من الأرجنتين. شكرا لك يا فلافيو. أرحب من بيونس آيرس. اسمي أولغا، أمثل اي جي اف في الأرجنتين. أود أن أتكلم عما نفعله وخاصة في المناطق الريفية في بلدنا. أود أن أذكر ميرلين، وأعتقد أنها معنا الآن. كانت دائما ناشطة وتبقى كذلك معنا. أهنئ أيضا الاي جي اف على هذه الجلسات. أقول لكم أن في العاصمة لدينا، نحن جغرافيا بلد كبير، ولكن في العادات الحالية لم تكن بين الولايات حدود، أما الآن في إحنا الوباء هناك حدود صارمة لتجاوز الولايات والمحافظات. إذن كان هذا مشكلة كبيرة في البداية، وخاصة للمنتجي الغذاء أي للزراعيين الصغار. نحن دولة زراعية، فلم يكن كان عليهم بالإمكان أن يبيعوا منتجاتهم. هذا جزء من الاقتصاد، هي قليلاً ما هي رسمية، أي كل شيء يتم دفعه نقداً وليس لها علاقة بالمصارف بشكل كبير. إذن خدمة هؤلاء الناس كان مهماً. عادة هذه المنتجات كانت تباع قرب المدن، أما الآن فعليهم أن يتجاوزوا حدود المحافظة، وهذا لم يكن ممكن. لذلك هناك معهد إنتا نسميه بالإسبانية، والذي يهتم بالصناعة الزراعية، بدر لذهنه فكرة جيدة ومبادرة بإنشاء شبكة هي تجارية تضامنية، وهي بشبه نظام يقوم بوصل عدة دكاكين عن طريق الإنترنت، فيتم تقوم بالاتصال بالمنتجين الصغار، هم يستطيعون بيع منتجاتهم وحصلوا على موافقة من الحكومة. فهؤلاء كانوا استطاعوا أن يصمدوا في هذا الوباء، واستفادوا من هذا النظام الجديد الذي اكتشف، وقاموا بترويجهم أيضا للطرق الحديثة في الدفع. وهذا كان من بعض نتائج الوباء، وهذه تجربة أيضا وإن كانت صغيرة أعطت تقنية جديدة، وخاصة في مجال الصرف. إذا أردتم رؤية هذه المبادرة، فهذه سأكتب عنوان هذه الصفحة في الشات، وشكرا على إصغائكم. شكرا لك يا أولغا كثيرا. فلافيو، صوتك مكتوم، آسف على ذلك، كان صوتي. شكرا لك يا أولغا. نتقدم إلى النقاش المتعلق بالجزء الثاني. السيد تشانغ تشانغ من كوريا الجنوبية، أرجو أختص الصوت. يون تشانغ تشوي، لديك دقيقتان، تفضل سيدي.
الشيء المهم أن بدل أنه بدلا من فرض الإقفال الشامل على المواطنين، قامت حكومة دولتنا كوريا الجنوبية بدراسة مختلف المعلومات والبيانات والمعطيات، ودراسة تدفق البشر في مختلف المحافظات، قامت بإدراج مختلف البرامج. نحن يجب أن نعلم أننا في مكافحتنا للفيروس يجب أن نقلل نسبة الخطورة على المواطنين، فالحكومة تحاول أن تقضي على التضليل، ويجب الاستفادة والاستخدام من التكنولوجيات الرقمية، بناء أيضا مراعاة لحماية الخصوصية. لذلك تم فرض بعض القيود على الإفساح لهذه المعلومات، فتكنولوجيات تتبع الاتصالات أيضا شيء مهم، والغرض إن كان الغرض من جمع هذه المعلومات تلبي الاحتياجات الأمنية للدولة، ولا تشكل إخلالا للأمن العام. وشكرا، شكرا جزيلا. ونواصل الآن وصولا إلى الجزء الثالث من نقاشنا وجلستنا تحت عنوان لا نترك أحدا وراءنا. كذلك هناك تصويت جهزناه على الشاشة، هل بإمكان الفريق الفني أن يظهر حقول التصويت أو الاستطلاع لنا؟ شكرا. السؤال الأول، كيف نؤمن نشر الأدوات والخدمات عبر الإنترنت لمكافحة حالات الطوارئ؟ لدينا ثلاثة متحاورين، السيد كونسلت إلى لاجي من IGF غرب إفريقيا، السيد روبرتو زامبرانا من بوليفيا، والسيد فليكس هرنانديز خيل من إسبانيا، IGF الإسباني. فليتفضل السيد بونسلت، لكل منكم 3 دقائق، وأنا سأقاطعكم بعد انقضاء هذا الوقت. سنطلب من فلافيو. شكرا، أنا معكم ومع أصدقائي أود أن أحدد أن نحن في بلادنا في شهر آذار كان لدينا مجال الإغلاق والإقفال، هناك خدمات أخرى ما عدا التعليم والتي كلنا نعرف أنها تحولت إلى الإنترنت، أما الخدمات الأخرى فقد جمدت تقريبا، لم يكن أحد مهيئ لمثل هذه المصيبة التي حلت بالبشرية. لذلك نحن خلال سنوات يتم تحضير لكوارث مثل هذا النوع، سنوات يجب التحضير لأزمات وكوارث من الناحية التقنية. إذن في لاتاس في بوليفيا كانت هناك مبادرات منذ البداية، كانت على المستوى المجتمع الأهلي، أن هنا ليس فقط من أجل استخدام الهواتف المحمولة
وتوزيع المعلومات من قبلها، ولكن هناك حاجة لمعلومات أخرى أن تكون واضحة نقية وصحيحة. كل ذلك تم إيصاله للناس، فقد سمح لموظفي البلدية من العمل من بيوتهم. هذه كانت فرصة كبيرة لهم، سمحت باستخدام تقنيات ومهارات تقنية بحيث يستطيع الناس الحصول على المعلومات وخدمات أيضا من البلدية. مثال على ذلك في بنسبة عدد الناس الذين كانوا يخدمون في هذه البلديات، فقد ازداد العدد بعد أن عدد كبير، مثلاً 250 ألف من الناس تم خدمتهم عن هذه الطريقة. طبعاً الوباء سبب حزناً كبيراً عند الناس، فيجب البحث عن أمثلة إيجابية تتعلق بالوباء، ويجب نشر مثل هذه الأمثلة وتبادلها ونتقاسمها مع غيرنا. فشكراً لكم. شكراً لك جزيلاً يا روبرتو على الانضباط بالوقت، 3 دقائق انتهت بالضبط. وننتقل الآن إلى السيد فيليكس هرنانديز خيل من الاي جي اف الإسبانية. شكرا جزيلا يا فلافيو. إسبانيا، الوصول بالإنترنت العالي السرعة سمح لنا بالحفاظ على استمرارية الخدمات مثل التعليم عن بعد أو العمل عن بعد أو تأمين الخدمات العامة والعمومية للناس، حيث أنه تم إدراج التدابير والوسائل الداعمة للوصول للإنترنت، الشبكة ذات السرعة العالية والنطاق الأريد، وبواسطة الأطر القانونية استطعنا ترغيب المشغلين على الاستثمارات في الشبكات النطاق الأريض. حاليا تبلغ نسبة التغطية والإرسال في إسبانيا 80% تقريبا، وهناك أحكام قانونية تنص على الوصول للإنترنت وتؤمن هذه الخدمات من حيث القانون للمواطنين في إسبانيا. هذه القوانين المعدلة والجديدة تضمن أيضا إمكانية الاستفادة من التكلفة المنخفضة للإنترنت، وهذا يساعد خاصة الفئات الفقيرة أو ذوي الميزانيات المحصورة أو المحدودة، وأيضا هناك مشكلة أخرى تتمثل في الوصول إلى الخدمات العمومية عبر الإنترنت، ولأنه من الطرق المتاحة للوصول إلى الأشخاص الأكثر عرضة من الجائحة. ويعني ذلك أن الخدمات الرقمية أصبحت تحل محل الخدمات التقليدية، وهذا كل شيء. وشكرا على حسن. شكرا لك يا فيليكس. السؤال التالي المتعلق بهذا، كيف نصمم سياستنا وإجراءاتنا
لدعم الفئات الأكثر ضعفا. وسنطلب السيدة زينة أبو حرب من الاي جي اف اللبناني. أرحب بكم جميعا، أوافق مع الذين تحدثوا قبلي، ولكن يجب ألا ننسى عن المخاطر التي يمكن يتعلق لها الأطفال، تتعرض لها الأطفال باستخدام التقنيات الجديدة، فإن الأطفال هم يعملون مع الإنترنت بوقت طويل، وهذا يتقاسمون. إذن نفس هذا الإنترنت يمكن أن يكون لأمنهم تحديا كبيرا، فيجب أن نؤمن الحماية في لبنان. نطلب بشكل سريع برامج لحماية الأطفال. آخر جلسة لآي جي اف تحدثنا عن أمان الأطفال واستخدامهم للإنترنت والمتطلبات التي يجب، وطلبنا من كل أصحاب المصالح لأن الرد أهم ما هنالك هو يجب إيجاد وسط مناسب للأطفال، وليس هذا مشكلة محلية ولكن أيضا عالمية. إذن النصوص التي والصيغة التي يمكن توزيعها من خلال الإنترنت يجب أن تحمي الأطفال، فإذا يجب أن وضع قوانين. فقد بادرت اللجنة المحلية من أجل وطلبت من الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني أيضا التفكير بهذه الموضوع وتحضير مواد للأساتذة وكتب للأهل، يعير انتباه الأهل للحفاظ على أمن أولادهم عند استخدامهم للإنترنت. إذن يجب أن ننتبه بالتعاون مع المؤسسات الحكومية، تعامل ببرامج تفاعلية، يكون إعطاء الطفل الثقة متى يقول نعم ومتى يقول لا، كل ذلك تهيئته نفسيا للتعامل مع الإنترنت الذي نعرف أنه لا طبع مفتوح، وخاصة عندما يكون موعد الإقفال أو اللوك داون وعدم الخروج من المنزل، فيكون فقد بدأت المحاكم عندنا لا تقبل مثل هذه الشكاوى بسبب العدد الكبير من الشكاوى الأخرى. إذن يجب وضع رقم هاتف ولينك يمكن الاتصال به دائما عند حصول أي إجرام ضد الأطفال أو يهدد الأطفال. فلذلك على المنظمات الصحية أيضا أن تأخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار، يكون أي احتيال يمكن أن يكون تحت السيطرة. لذلك كثير من التجارب حصلنا عليها في هذا المجال، وندعو إلى تشاطر هذه التجارب معكم وتنسيقها أيضا من أجل خلق سياسة وتوجهات وقوانين تحمي مجتمعاتنا وتحمي أطفالنا حيث يتعرضون للخطر. شكرا جزيلا يا زينة. حماية الأطفال بطبيعة الحال موضوع في غاية الأهمية، خاصة في هذه الحالة الصعبة جدا. ومرورا الآن إلى النقاش، لدينا ماهندرات بوسوكوبان من دولة موريتيوس الاي جي اف. سيد ماهندرات، سيد البروفيسور، شكرا. أنا من موريتيوس، سمعنا
كيفية تأمين الأدوات الإنترنتية لتقديم الدعم في حالات الطوارئ وللفئات الأكثر ضعفاً. نحن واعون بأن عدد المشاكل يزداد، ونحن مضطرون للبحث عن وسائل جديدة لمجابهة الآثار السلبية، فنحن في منتظماتنا نتعاون مع الوسط المحلي لكي لا نترك أحدا وراءنا. الأهداف التي نريد تحقيقها هي قبل كل شيء تتمثل في عدم ترك أحد في الوراء. في موريتيوس نريد أن نشمل كل المجتمعات والأوساط والأشخاص بإيصال الإنترنت للجميع وردم الهوة الرقمية وتسوية الاختلافات والفجوات. نريد زيادة إحساس الأوساط المتضررة استجابة لاحتياجاتها وتأمينا للوصول المفتوح والعام للجميع وإيصال كل الأطراف به والتعريف والتثقيف كل المواطنين بماهية الإنترنت والخدمات الرقمية وما هي النتائج المرتقبة والمرجوة. هي سوف نتتبع هذه مدى تحقيق هذه التوصيات على المواطنين، وسوف نحاول دراسة الموضوع من حيث أن نحول المستهلكين أيضا لأصحاب المصلحة، ونعمل على التمكين الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة لإتاحة الإمكانية للوصول بالإنترنت، كذلك الأطفال المنتمين إلى المناطق الريفية. لا نريد ترك أحد في الخلف أو ورانا، نريد تكثيف هذه الجهود ونركز على الأمهات في مناطق الريفية والأطفال في الساعات خارج المدرسية، فكذلك نكافح الوصول غير الشرعي أو السليم للإنترنت. يجب التثقيف وتوعية المواطنين كمورد ومصدر هام، وتمكين المواطنين لأن يصبحوا جزءا من صناع القرار فيما يخص حوكمة الإنترنت، ونريد إدراج أيضا عددا من الأدوات التعليمية في هذا الصدد نحن في موريتيوس. وشكرا جزيلا. شكرا. وصلنا إلى الجزء الرابع من جلستنا. سنتحدث الآن بأن التحول إلى الاقتصادات الرقمية هناك مشكلات رئيسية يسببها هذا الوباء في الآثار الاقتصادية السلبية للعائلات والأفراد، مع الأخذ بالاعتبار عمليات الإغلاق الطويلة التي تجعل من المستحيل الاستمرار في العمل أو القيام بأنشطة منتظمة، خاصة بالنسبة لأولئك العاملين لحسابهم الخاص. فإذن ما هي ممارسات السياسة الجيدة من قبل أصحاب المصلحة في جميع أنحاء العالم من أجل الاستفادة من خدمات الإنترنت لدعم هذه الاقتصادات؟ كما أود أن أذكركم بوجود الاستبيان وإمكانية الإجابة عليه. إذن سنبدأ من السيد نيك ويمبان سميث من IGF في المملكة المتحدة. نهاركم سعيد، مساء الخير أينما ومتى ما كنتم. من بريطانيا العظمى أنا أمثل الأمانة للIGF البريطاني
لجنتنا أو أمانتنا قامت بتنفيذ مختلف المشاريع والبرامج في هذه السنة وفي سياق الفيروس. والأحداث الأخيرة أقيمت في أواسط سبتمبر الماضي عصر الجائحة المعادة، وتخص هذه المشاريع الشمولية وكيفية تعبئة وملء وردم الهوة الرقمية، وأيضا المشاريع المتعلقة باستخدام الخوارزميات وأيضا حماية البيئة. بداية أود القول إن من ليلة إلى ضحاها دخلنا في العمل عن بعد، ونحن حاليا نعيش اللوكداون الثاني، مرحلة الإقفال الشامل والحجر الصحي للجميع الوطني. فهناك مختلف الممارسات تم والإجراءات تم إدراجها في الاقتصاد. هناك وسائل إعلام رقمية وهي في غاية الأهمية الآن لاقتصادنا، وكذلك البنية التحتية الرقمية تعيش حالات صعبة لأنها أصبحت وسطا حساسا لمختلف العناصر ومسألي الحصول إلى الفوائد من خلال ذلك. وهناك مختلف الاتجاهات المتعلقة بالنقاط التي وضعناها في استراتيجيتنا. قبل كل شيء أدرجت الحكومة الشراكات أو بالشراكة مع القطاع العام والخاص استراتيجية وطنية، وما نقوم به يشمل دولة كل الأراضي البريطانية. يجب أن نقوم بإعادة إعمار بنيتنا التحتية ما بعد الجائحة بمستوى أحسن مما كانت عليه قبل ذلك. فالنهج هو نهج الدعم جدا لتنمية الاقتصاد والاستفادة القصوى من البيانات لأغراض تجارية وبزنسية. وهناك شراكات اقتصادية وصناعية مع القطاع العام والخاص، ونركز كذلك على تحليل المخاطر المتعلقة بالبيئة التجارية الرقمية. فيجب أيضا معالجة مختلف المشاكل التي الأمر الذي يتطلب لتقنين أو صن بعض القوانين الجديدة. وزيرنا للشؤون الرقمية قال أن هناك 85,000 أداة من الأدوات الرقمية تم إدراجها في النصف الأول من هذه السنة. شكرا لك. يعني الآن سوف مكان فاي من اجي اف اكوادوري سيتكلم. ارحب بكم من داكار. شكرا لسكرتارية الاي جي اف على تنظيم هذا اللقاء. ان استراتيجية لافريقيا هي مهمة جدا لأفريقيا، وأن اللجان المحلية لمنتديات حوكمة الإنترنت، إذن إن تطور الإنترنت يساعد في تسريع اللقاءات بين الدول الأفريقية، بين الناس في أفريقيا. إن استخدام التقنيات الرقمية تجعل المواطنين في أفريقيا على مستوى متقارب، بحيث تردم
هذه الهوة بين التثقيفية وغيرها، وإن وجود التعليم عن طريق الإنترنت أدى إلى تقدم كبير. حتى عام 2022 سيتعلم أكثر من نصف الأفريقيين عن طريق الإنترنت. إذن حتى سنوات قريبة قادمة ستكون عملية الحصول على دعم طبي وصحي عن طريق الإنترنت ممكنة في أغلب الأماكن في أفريقيا. نقوم بتطبيق تطبيقات مجربة ومعمول بها في دول أخرى من أجل رفع مستوى التعليم أيضا. هذه الاستراتيجية تعتمد على سياسة التضامن الأفريقية والتعاون مع المنظمات الدولية في هذا الصدد، من أجل إن التطور القادم هو هدف قادم لأفريقيا. شكرا، شكرا لك على هذه المداخلة الهامة. وبسرعة نمر إلى السيد كارلوس فيرا من الـ IGF الإكوادوري. يا كارلوس، لديك 3 دقائق. كارلوس، ما زلنا نعاني من مشاكل كبيرة في هذا الصدد. ما تعلمناه خلال الجائحة من المهم الاقتصاد الأممي المشترك. للأسف المتحدث غير مسموع. لا نسمعك يا كارلوس. إذن للأسف لا نسمعك للأسف. آسف، علينا أن ننتقل إلى متحدث آخر، والوقت لهذه الجلسة قد يوشك على الانتهاء. فنحن نمر الآن إلى ماري باغداسريان ومارسيل كرومنار من اليوروديج الأوروبية. لديكم 3 دقائق. شكرا جزيلا يا فلافيو. سأتحدث باقتضاب. في هذه السنة يورو ديج كاجتماع كحدث افتراضي أقيم في يونيو الماضي، وتحدثنا عن الاقتصاد الأوروبي في عصر الجائحة. في البداية كان من المخطط أن يكون موضوع هذا الحدث غير ذلك، ولكن بعد اندلاء الجائحة قررنا أن نركز على الموضوع الأهم في عصر كورونا. تحدثنا إذن في هذه القمة عن اقتصاد وكيفية تنميته في أوروبا. حالي والجلسات الحوارية تطرقت إلى مختلف المواضيع ومدى تأثير
تأثيرات الجائحة على الاقتصاد وذلك بالتعاون مع مختلف أصحاب المصلحة الأوروبيين من المفوضية الأوروبية والباحثون والOECD. هناك القمة أقيمت بشكل افتراضي وكنت أنا الرئيسة المشاركة لهذه القمة، وأعطي الصوت لزميلي مارسيل الذي سيتحدث عن نحن كنا نتساءل كيف سيكون العالم بعد الجائحة، ونريد أن نفكر بمجتمع المجتمع مستقبلي. فتحدثنا عن الأهداف البعيدة المدى ومتوسطة المدى التي نستطيع والنتائج التي نستطيع التوصل إليها بواسطة الأدوات، وننظر إلى المستقبل ونستثمر بطريقة تعزز وتحسن الإنترنت كالقناة للتواصل الأساسي ضمن الشروط والظروف الاقتصادية. فيجب أن ننظر إلى الأمام، وهذا باختصار، ووفقنا بذلك، وسأرجو أن تتبعوا ما نقوم به في المنظمة. شكرا لماري مارسيل. نقترب من نهاية هذه الجلسة، ليس لدينا وقت لنلخص أو نناقش بشكل أطول لأنه علينا أن نغلق هذه الجلسة. أطلب من آنيا أن تصف نتائج وتشرح نتائج هذه الاستبيانات. سوف نصدر ذلك وننشره ونرسله إلى ممثلي المبادرات لمنتدى الحوكمة. بشكل عام أنا سأقول باختصار أن ما نراه بهذه النتائج أنه يبدو أن المشاركين يرون أن لتقنيات الرقمية دور مهم وجوهري في التغلب ومكافحة الكوارث. إذن أغلب الأسئلة هي إيجابية مما هي سلبية. هذا يدل على أن مبادرات المنتديات مهمة. شكرا لك يا آنيا. كما تعلمون كل الجلسات تنتهي ببيانات محضرة من قبل اللجنة المنظمة لكل جلسة. بعد أسبوعين سوف نطلعكم على كل هذه الخلاصات وكل الآراء التي تحدث بها، وهناك أيضا توصيات حول مستقبل عمل منتديات وما نقترحه أن كل المشاركين في مبادرات سوف يقومون ويدعمون الحوار المتبادل الذي يخص الإنترنت وأولويات نشره وتوسيعه. هذا ما أود أن باسمنا جميعا كمبادرات سنتحمل مسؤوليته ونضعه على ويكون عبئا لنا. وهذا إشارة إلى آنيا لكي تغلق لنا هذه الجلسة. أنا أشكر فلافيو وميري. أعرف أنه لم يكن من السهل لعدة أسباب. قمتم بعمل كبير، ومن خلال تجربتي أعرف أن قيادة مثل جلسة سيكون صعبا، لأن الجميع لديهم ما يتكلمون به والوقت قصير. لذلك شكرا الجميع، شكرا للمشاهدين وكل المشتركين على هذا العمل خلال عام كامل، وكل المبادرات، وإلى كل
أصحاب المصلحة الذين دعموا جهودنا. أحد من كتب على الشات أن في الجلسة القادمة ستكون في هذا الفضاء في زوم، وستكون حول الأمن في استخدام الشبكات. شكرا للجميع، بالتأكيد سنأخذ معنا انطباعات جيدة، كل ما سنرسلها برسائل إلى الجميع. شكرا إلى الجميع مرة ثانية على تنظيم هذه الجلسة. الآن نذهب إلى الجلسة الثانية.